معانا خبر مش كويس لجماهير نادي الإسماعيلي. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قرر استبعاد الإسماعيلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا للأسف 2019، وأعلن الكاف قراره بناء على تقرير الحكم المباراة. وأشار الكاف إن الحكم ذكر في تقريره إن جماهير الإسماعيلي ألقت حجارة وزجاجات مياه على الحكم المساعد والفريق الضيف، خاصة في الدقيقة 86 أثناء تنفيذ لعب الأفريقي الركلة ركنية. وبناء عليه قررت اللجنة المنظمة للبطولة استبعاد الإسماعيلي من المشاركة في النسخة الجارية وإلغاء نتيجتي المباراتين طبعا مع مازيمبي ومع الأفريقي تونسي، يعني النتيجتين دول في المجموعة اتلغوا. وستقرر لجنة الانضباط في الاتحاد العقوبات المقررة على الدراويش لاحقا. طيب تعالوا لي بقى، تعالوا لي. الإسماعيلي خسر 550,000 دولار، 550,000 دولار خسرهم نادي الإسماعيلي، ده في حالة إن هو كان بس هيفضل موجود حتى لو احتل المركز الرابع. 550,000 دولار ممكن ما يكونش مبلغ لفرق تانية، لكن فرقة زي الإسماعيلي عرض في 2 مليون، 550,000 يعني مليون، 10 مليون جنيه، 10 مليون جنيه خسرهم نادي الإسماعيلي، لأن ده قيمة النادي اللي كان هياخد فلوس حتى لو احتل المركز الرابع. لو كان صعد لدور الثمانية كان هياخد 650,000 دولار. خلاص سيبوكم من دور الثمانية، لأن بالشكل ده ما كانش الإسماعيلي ممكن يصعد. 550,000 دولار خسرهم نادي الإسماعيلي بإقصائه من بطولة دوري أبطال أفريقيا. طب ليه؟ لمصلحة مين؟ الفايدة؟ ليه ده حصل؟ طيب معاك.